صبحكم الله بالخير. تفضلوا. أخذنا الحديث بعض أصحاب المعالي في أمور مهمة، والحقيقة يعني أسعدتنا كثير أن نرى اليوم وجودنا هنا، وفي أمور كثيرة تحققت لكم، وأنا سعيد جدا ما رأيت أمامي الآن، وأسعد أني لما شفت المواطنين في هذا الجزء الغالي من بلدنا، والفرحة في أعين أبناؤنا وأطفالنا، وإن شاء الله تتم هذه الفرحة وتستمر دائما. وبالتالي أنا اليوم حرصت أن آتي وأعرف أنه معظم هذه المشاريع كلها قيد التنفيذ، كل الذي وعدناكم فيه إن شاء الله سيتحقق وسيكون المزيد كذلك. يعني ما رأيناه اليوم وسمعناه من المحافظ وأصحاب المعالي المسؤولين عن الجانب التخطيطي والتنفيذي، الحقيقة شيء تابعناه ونسعى له دائما. كلكم تدروا أنه البلاد مرت بمراحل صعبة خلال السنوات الماضية، ولكن لم تثني العزيمة الموجودة لدينا بأن تكون هناك برامج مدروسة ومشاريع إن شاء الله ستنفذ، وهذا نحن اليوم بدأنا بشيء وسنستمر. اقتصادنا والحمد لله كلكم ربما تتابعوا، بعد ما ضبطنا المصروفات وتمكننا من دفع المديونيات، فنحن اليوم أفضل مما كنا عليه قبل 3 أو 4 سنوات. كل هذا ينصب في تطوير وبناء البلد بشكل عام، وبالتالي نحن اليوم جينا لمسندم لأنها كانت تفتقر لكثير من الأمور. الحقيقة أنا سعيد أني أرى أنه موضوع الطريق الذي كنا نتحدث عنه سنوات وسنوات، أنه نشوف اليوم ما شاء الله شركة المقاولات بدأت، وإن شاء الله سيتم حسب ما قالنا الوزير المسؤول خلال 3 أو 4 سنوات القادمة، وسيخلق كذلك فرص استثمارية في المناطق اللي مر عليها هذا الطريق. ما يهمنا الحقيقة في كل هذه المشاريع هو النقلة الاقتصادية التي ستحدث في محافظة مسندم، وأنا الحقيقة سعيد ما سمعه من السيد المحافظ، والحمد لله وفقنا في شخصية شابة طموحة مكفتنا الكثير من الأمور ومتفاعل مع جميع الوزارات المعنية، وهذا يحسب له الحقيقة للسيد إبراهيم. كلنا نعرف المطار الحالي في مسندم هو صعب ويغلق بين فترة وأخرى، وطالما نحن في إطار تطوير مسندم فأنا متأكد أنكم محتاجين إلى مطار جديد، ودراسات تمت وتم اختيار مقر لهذا المطار من عدة خيارات ربما قد تكونوا جميعكم ساهمتوا فيه. هذا المطار بيربط مسندم ليس فقط بالعاصمة مسقط، ولكنه سيكون ربما يستقبل طائرات من شتى أنحاء العالم. الحمد لله المستشفى ونحن مارين شفناه على يعني شبه مكتمل، ربما بعض الأمور الداخلية والفنية باقية، ولكن المستشفى كبير وللمرحلة القادمة سيكون كافي للجميع أعتقد. هناك طبعا عندنا مخططات لمستشفيات أصغر في مناطق مثل مدحة، راح يكون إن شاء الله يعني لها مستقبل كذلك.
لا ننسى الجانب التربوي، تعرفوا بعد ما فتح فرع لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية النية تتجه لبناء فرع لهذه الجامعة وليس فقط الاستئجار كما هو حادث الآن، ونتمنى إن شاء الله أن يكون كذلك هذا المشروع من المشاريع اللي نعتمد عليها حتى تربط أبناء المحافظة ككل. اعتمدنا موازنة إضافية حقيقة فوق اللي معتمد حاليا لكم سيد ولبعض المشاريع في حدود 6 ملايين، طبعا المساكن حوالي 60 مسكن إضافي لما هو معتمد يعني، وهذا شيء طيب وهذه خطوة أولى يعني ليست نهاية. كم زار حسب ما شفنا الآن استحدثت منطقة حديثة وجديدة، وبالتالي ستقوم الوزارة المعنية باستحداث بحدود 20 مسكن. عندنا كذلك نية أنه في مدحة يتم التخطيط بحيث تستحدث منطقة تجارية، استحدث مستشفى، كذلك منطقة صناعية، وأنا رأيت المخططات أنها كذلك متوفرة الآن وبتكون بطريقة حديثة لن تكلف حتى المستثمر. ستقوم الجهات الحكومية بوضع المطلوب بحيث أن المستثمر يأتي ويجد كل شيء متوفر هناك. نعرف كلنا أن بعض القرى يعني محتاجة لأرصفة سواء لاستخدام الصيادين فيها أو حتى استخدام المواطنين القاطنين في تلك القرى، وبالتالي ستقوم الوزارة بوضع أرصفة لمعظم هذه القرى لتسهل الحركة بين القرى بعضها لبعض. طبعا لا ننسى طبعا الرياضة والشباب، وبالتالي سيكون هناك نظرة لهذا الجانب فيما يتعلق بالملاعب واحتياجات الجانب الشبابي من الرياضة والترفيه. وما شاء الله وزارة التراث والسياحة يعني قائمة بدور الآن عدة مشاريع سياحية ضخمة جدا، وبعض منها الآن ابتدأ بالتنفيذ وبعض منها إن شاء الله ستنفذ بوجود المستثمرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أبناء محافظة مسندم وهم يشرفون بمقدمكم الميمون لا يعبرون لجلالتكم عن بالغ الشكر والثناء والاعتزاز والامتنان، ويقدمون أسماء آيات الطاعة والعرفان، ويؤكدون لجلالتكم ولاءهم الصادق، هذا الولاء الذي أخذ ثباته من رسوخ جبال مسندم وهيبة رواسيها الشامخات، وأخذ امتداده وعمقه من زرقة بحر عمان بأعماقه التاريخية والحضارية. هذا الولاء والإخلاص يا مولاي المعظم أشرقت به شموس عهدكم الزاهر الميمون، ووطدت أركانه ومعانيه في عروق المواطنة الحقة سوابغ عطائكم لبناء عمان وتحقيق رخائها وازدهارها في كل شبر من ربوعها الزكية المباركة. جلالتكم استعرضتم كل ما يجول في الخاطر وبشرتمونا، ولكن هناك بعض النقاط التي كلفت بالحديث عنها. أولا الباحثين عن عمل، الحقيقة هناك تكدس في أعداد الباحثين عن عمل في المحافظة، والحل هو ما تفضلتم به جلالتكم أن تكون هناك مشاريع استثمارية يعني سياحية وصناعية ومدن لكي تستوعب أعداد الباحثين عن عمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى
ووعدتها ألا تشيخ وتكبر، وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمنا كسيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى، حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر، يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر، فكأنها ليست عصاك وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه، فأقترى أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسف، قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا، وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء، من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس، فأضاء الوطن مدينته واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي، إذ يربط بالخنجر شاله أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا، فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصبا. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا، ما كان مدحا موسميا بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى، هذا المحيى الهيثمي الأرحبا بين الزوارق والبنادق، لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا. فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإبا. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغرب.
شكرا. بداية نود أن نعبر إلى جلالتكم عن فخرنا واعتزازنا بالقيادة الحكيمة والرؤية الرائدة التي تسير بها سلطنة عمان نحو مستقبل واعد ومزدهر. مولاي صاحب الجلالة، كما تعلمون بمكانة سوق دبا التاريخي والذي نطمح بأن يعاد بناؤه وتفعيله، خصوصا مع نمو المحافظة وربط ولاياتها بالطريق. مولاي صاحب الجلالة، إن من أولويات رؤيتكم الحكيمة 2040 المدن المستدامة، حيث نتطلع بأن يكون في ولاية دبا مخططات إسكانية نموذجية عن طريق الاستصلاح للأراضي التي لم تعد صالحة للزراعة وتمهيدها لتكون صالحة للعيش انطلاقا من أنسنة المدن، وسيعالج ذلك مسألة شح الأراضي في الولاية. مولانا صاحب الجلالة، إن من توجهاتكم الاستراتيجية نظام صحي رائد بمعايير عالمية، وهذا ما نتطلع له في الولاية بتعزيز الكوادر المتخصصة والأجهزة الطبية التقنية الحديثة وتوسيع نطاق الخدمات الصحية بمستشفى دبا، بحيث يصبح مجتمعنا بصحة مستدامة يتسم باللامركزية. ندعو الله عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويسدد خطاكم في رفعة وطننا عمان، وأن يجعل كل جهودكم وأعمالكم خالصة لوجه الكريم. شكرا مولاي صاحب الجلالة. صاحب الجلالة، نزلتم أهلا وحللتم سهلا، تشرفنا بكم اليوم، وأصالة عن نفسي ونيابة عن أخواتي والحضور سألقي قصيدة. وقبل أن ألقي قصيدة سألقي ما في خاطري، ما ذكره الأعيان والشيوخ من متطلبات، نقول نحن بعمان بأمان وأمن وسلام، ونحن على ثقة ونجدد العهد والولاء بأنكم ستطلعون إلى رؤية عمان 2040 والتنمية الشاملة بمعية السيد إبراهيم البوسعيدي، ونحن رأينا نقلة نوعية مع المحافظ. يقول الله عز وجل: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قدر بأن يصفو السلام لموكبه، هذا الذي رغم العداة لمبسمه، صفو السلالات العظيمة صدرها، وتمام ما فخرت به في معجمه، ما إن تعهد للعلا بيمينه حتى استدار المخلصون بمعصمه، شعب أبي كالنجوم وموطن، جعل السماء منازلا لتوسمه، هذا الذي بالدين يمم نهجه، هذا ابن من جرت العروبة في دمه، النصر يقدم خطوه ومساره، والمجد يحيا في مدارج سلمه، وإذا يجود فكل بحر دونه صغرت محيطات الندى لعرمرمه، حتى الخناجر فاخرت بنصالها
عزا، وكان العز بعض تيممه ثبتت بمحزمه الشريف مهابة، فكأنها خلقت له في محزمه. هذه عمان قد استقام لواؤها فوق المجرة واستهل لمقدمه. قل للسنين القادمات تهاطلي مطرا، فقد جاد الزمان بهيثمه. سلامتكم. طبعا سمعنا الحقيقة يعني ملاحظات، وأقول ما أقول طلبات، أقول ملاحظات، لأن هي تصب الحقيقة في خدمة الوطن والمواطن، وتصب في خدمة محافظة مسندم. وأنا متأكد لولا حرصكم جميعا ما قلتوا اليوم. وذكرنا موضوع إعطاء الصلاحيات للمحافظ والمجالس البلدية، وبطبيعة الحال هذه المشاريع وهذه الطلبات كلها بحاجة إلى ترتيب ووضع لها أولويات ومن ثم الموازنات. والحمد لله اليوم بوجود المحافظين والمجالس البلدية، أنا أتمنى أن نبدأ بوضع أولويات لكل ما ذكرتوه، سواء إذا كان هناك نقص في الخدمات وهي الأولوية، ثم الصحة إذا كانت هناك نقص في المراكز الصحية أو المستشفيات، ومن ثم نتوسع إلى الأمور الأخرى الاجتماعية. هكذا ندفع بمتطلبات دفعة واحدة بدون ترتيب صعب، ولن تنفذ لأنها لن تكون مرتبة. نحن نسعى أن تكون هذه المحافظات وهذه المجالس البلدية ووجود إدارات الحكومة المحلية أن نبدأ في وضع برامج لكل متطلباتنا، وبالتالي نستطيع إن شاء الله أن نقوم بتوفيرها وتنفيذها، وكلها إن شاء الله بتنفذ ولكنها مع الوقت وحسب الأولوية. وهذا شيء يرجع لكم معالي السيد، والمجالس البلدية لابد أن تتفاعل مع طلبات المواطنين، وضعوا لها أولوية وبرامج، والحكومة إن شاء الله ستقوم بتمويل كل هذه الأمور. نشكر لكم حسن وجودكم معنا اليوم أو أمامي بالذات، وكنت أطلع لهذه الزيارة منذ فترة ولن تكون الأخيرة إن شاء الله، وعندما نأتي المرة القادمة ربما نأتي عن طريق طريق الجديد ربما، أو يمكن المطار الجديد. أتمنى لكم التوفيق، نطلب السداد والتوفيق الحقيقة. بارك الله فيكم. جولة على بعض المشاريع اللي بدأت واللي أيضا في طور التخطيط وبعضها في طور الإسناد. بالتأكيد من ضمن توجيهاتكم السامية مولاي جملة من المشاريع، وهي مشروع إنشاء المخزون الاستراتيجي للوقود. حاليا يعني قطعنا شوط تقريبا، قطعت الحكومة من خلال وزارة الطاقة بالتشارك مع أوكيو. طبعا أيضا إنشاء البنية التحتية بمنطقة محاس كمنطقة اقتصادية، نسبة الإنجاز الحمد لله تتجاوز 70%، وبنسبة يعني مقدار استثمار 4.9 مليون ريال عماني. وبالنسبة لإنشاء الفرع المؤقت لجامعة التقنية نسبة الإنجاز 100%، ومع بداية فبراير إن شاء الله تبدأ الدراسة ب 150 طالب وطالبة. في جملة من الاستثمارات موجودة عندنا مشروع منتجع كلوبمن، بيكون دافورة الأعمال لمشاريع بوابة الشمال المطل على الخليج العربي والقريب من مطار خصر الجديد بإذن الله. ونسبة الإنجاز نتوقعها 5% لأنهم في مرحلة يعني الآن التصاميم، وقعوا عقد الانتفاع بالنسبة للأرض، وبالتالي كلوب ميد كمجموعة فرنسية راح تكون أول موطئ لها في الخليج في عمان وفي مسندم تحديدا. مشروع منتجع رأس عمود تم توقيع عقد الانتفاع، هو مشروع في خور الحبلين، لسان بحري حقيقة ممتد، بيكون تصميمه فريد نوعا ما.
طبعا هذه الصورة أيضا هي لشركة سندان، ويسمى المشروع مشروع لوبي وأد خصب مركز المدينة. نسبة الإنجاز 5% في طور توقيع عقد الانتفاع. مشروع مركز المغامرات حقيقة بدأ أول مشروع وباكورة المشاريع في مركز المغامرات كان منصة الحبل الانزلاقي. مركز أيضا الزوار في الموقع الأثري في ولاية دبا، وهو مشروع مهم جدا حقيقة. الآن طبعا في مرحلة الإسناد، والإسناد يكاد يكون اكتمل، ننتظر مصادقة العقد في وزارة المالية بإذن الله. استثمار تقريبا 2.5 مليون ريال عماني. نبتدي بالاستراتيجية العمرانية. طبعا وضعت استراتيجية عمرانية وطنية، وكذلك وضعت استراتيجية إقليمية لمحافظة مسندة، عنوانها الرئيسي ممر العلاقات الدولية. فالأهم يعني في صنع الاقتصاد وكذلك التنمية الاجتماعية والبشرية أن يكون هناك تعاون كبير في المحيط الإقليمي في هذه المحافظة. تتوزع مجموعة من المشاريع على قطاعات رئيسية، يعني الميزة التنافسية في محافظة مسندم حدد لها تقريبا 4 قطاعات: قطاع التجارة واللوجستيات، قطاع السياحة البيئية، قطاع الصيد، وقطاع الزراعة. ومجمل المشاريع اللي شفتها سابقا مولاي والآن بتطلع عليها في هذه الجوانب. في الخطة الخمسية الواحدة على سبيل المثال، الخطة الخمسية الحالية، يقدر مجموع الاستثمارات والمشاريع بما يقارب 540 مليون ريال. وعملنا ورش عمل على مدار السنوات الماضية بحيث أن نجمع كل المشاريع اللي تقوم فيها الجهات الحكومية. وجدنا أكثر من 74 مشروع، وكان الأهم أن يكون هناك انسجام وتكاملية. الحمد لله رب العالمين، هناك أشياء مبشرة في عام 2023. زادت عدد السفن الزائرة، كذلك حجم البضائع زاد بحوالي 20%. عدد المسافرين رجع إلى ما قبل كوفيد وأفضل، والحمد لله 52 ألف مسافر في عام 2023، تقريبا حوالي 50 سفينة سياحية وصلت إلى المحافظة في العام الماضي. فيما يخص مطار مسندم، مطار مسندم حسب أوامركم مولاي درسنا المحافظة ودرسنا 13 موقع مختلف. هناك يعني مرتكزات مهمة لتصميم موقع هذا المطار، أهمها التداخل في المجال الجوي بيننا وبين دول الجوار، كذلك الرياح العارضة التي تؤثر على الطائرات في النزول والطلوع، اللي هي مولاي أيضا يعني تقلل من الكفاءة التشغيلية المطار. اختيار الموقع النهائي تم بسبب هذين الشيئين، وأيضا نظرنا إلى الكلفة، كلفة الإنشاءات، فتم اختيار موقع حيوت.